طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المدرسة النموذجية. درسنا اليوم في مادة الرياضيات الوحدة الأولى التصنيف والأنماط. درس اليوم التصنيف وفق خاصية. لدينا هنا في الجهة اليمنى بعض الأشياء وسنوصلها في المقلمة أو الشنطة في الجهة اليسرى. لدينا مسطرة، ولدينا كتاب الرياضيات، لدينا ممحى وقلم ودفتر ومبراة وكتاب القراءة، ولدينا علبة ألوان. سنضع المسطرة في المقلمة، نضع المسطرة في المقلمة، ونضع كتاب الرياضيات في الشنطة، نضع كتاب الرياضيات في الشنطة، ولدينا ممحى، نضع الممحى في المقلمة، نضع الممحى في المقلمة، لدينا قلم، قلم الرصاص نضعه في المقلمة، لدينا دفتر، نضع الدفتر في الشنطة، ولدينا مبراة، نضع المبراة في المقلمة، ونضع كتاب القراءة في الشنطة، نضع كتاب القراءة في الشنطة، ونضع علبة الألوان في الشنطة، وعلبة الألوان في الشنطة. الآن لدينا عدة أشياء، سنضع دائرة حول الأشياء المشابهة لها في الطرف الآخر. لدينا كرة قدم، ولدينا هنا ثلاث كرات قدم، سنضع دائرة حول دائرة القدم المتشابهة. لدينا هنا كرة قدم، وسنضع دائرة حول كرة القدم المشابهة لها. الأخيرة هي المشابهة لها في الحجم، هي المشابهة لها في الحجم والمقاس. نضع دائرة حول حول الكرة المشابهة لها في المقاس. ولدينا في السطر الآخر لدينا مبراة، مبراة زرقاء اللون، مبراة زرقاء اللون، سنضع دائرة حول اللون المختلف عن الأزرق. ما هو اللون المختلف عن الأزرق؟ لدينا أزرق وأحمر، ما هو المختلف، الأزرق عن الأزرق أو الأحمر عن الأزرق؟ سنضع دائرة حول الحمراء، اللون الأحمر مختلف عن اللون الأزرق. وفي بعده لدينا قميص رياضة، قميص رياضة أزرق، لدينا قميص رياضة أزرق، وهنا المطلوب مننا أن نضع دائرة حول الأشياء المتشابهة في اللون، الأشياء المتشابهة في اللون. لدينا هنا قميص رياضة، لدينا قميص رياضة أزرق، ولدينا ثلاث قمصان رياضة برتقالية، ولدينا قميص رياضة أخضر، فنضع دائرة حول قمصان الرياضة البرتقالية، نضع دائرة حول قمصان الرياضة البرتقالية. سوف نعيد ما أخذناه في هذه الصفحة. وضعنا دائرة حول كرة القدم المتشابهة في المقاس، ووضعنا دائرة حول المبراة المختلفة في اللون، ووضعنا دائرة في الأخير حول قمصان الرياضة المتشابهة في اللون. التصنيف وفق خاصية. لدينا هنا بضعة أشكال، سنضع دائرة حول الأشكال المتشابهة، سنضع دائرة حول الأشكال المتشابهة. لدينا هنا دائرة خضراء وسداسي أخضر ودائرة خضراء. سنضع علامة صح حول الدائرة الخضراء والدائرة الخضراء، الأشكال المتشابهة في اللون والشكل، في اللون والشكل، هي دائرة وخضراء، دائرة وخضراء. وهنا في التمرين الثاني سنصل الأشكال المتشابهة
ذات الألوان المتشابهة. سنصل الأشكال المتشابهة ذات الألوان المتشابهة. لدينا مربع أحمر، مربع أحمر، سنصل المربع الأحمر بالمربع الأحمر. ولدينا أيضا دائرة حمراء، سنصل الدائرة الحمراء بالدائرة الحمراء. هذه تذكروا يا أصدقاء الطلاب، هذه الأشكال تتفق في خاصيتين وهي المقاس أو الشكل واللون. هي تتفق في الشكل واللون، هي دائرة وحمراء، ولدينا أيضا دائرة وحمراء، ولدينا مربع أحمر ومربع أحمر، ولدينا مثلث أحمر ومثلث أحمر. نصل الأشكال ذات اللون المتشابه مع بعضها البعض. ولدينا في التمرين الثالث نصل الأشكال المتشابهة ذات اللون المتشابه أيضا. هنا لدينا خماسي أزرق، ولدينا معين أزرق، ولدينا دائرة زرقاء، ولدينا أيضا شكلين آخرين وهما معين أزرق ومعين أزرق. سوف نضع دائرة حول المعين الأزرق، لدينا ثلاثة أشكال من المعين الأزرق، سوف نضع عليها دائرة، سوف نضع عليها دائرة. إذن في هذا الدرس أخذنا الأشكال التي تتفق في الخواص، التي تتفق إما في خاصية الشكل، إما في خاصية اللون، إما في خاصية المقاس. التصنيف وفق خاصيتين، لدينا هنا التصنيف وفق خاصيتين، لدينا هنا مربع أزرق، مربع أزرق، مربع أزرق، ولدينا دائرة وردية، دائرة وردية، ولدينا مثلث أصفر، ولدينا مثلث أصفر، ولدينا بضعة أشكال أخرى تتشابه مع هذه الأشكال. سنصل الآن الأشكال المتشابهة في اللون والشكل مع بعضها البعض. لدينا المربع الأزرق، نصله بالمربع الأزرق ونصله بالمربع الأزرق الآخر. لدينا دائرة وردية، نصلها بالدائرة الوردية وبالدائرة الوردية الأخرى. لدينا مثلث أصفر، نصله بالمثلث الأصفر وبالمثلث الأصفر الآخر. إذا كان هنا لدينا ثلاثة أشكال، المربع والمثلث والدائرة، وكانت لدينا ثلاثة ألوان، الأزرق، الوردي والأصفر. الآن في التمرين الأول لدينا ساعات حائط، سنضع علامة صح حول ساعات الحائط المتشابهة في الحجم والشكل. سنضع علامة صح حول الأشكال المتشابهة في الحجم وفي الشكل. لدينا هنا ساعة حائط زرقاء وتتشابه معها ساعة حائط زرقاء أخرى، ولديها يا أصدقائي نفس المقاس أيضا. ولدينا في التمرين الثاني، في التمرين الثاني لدينا بضعة أشكال، وهنا في بضعة الأشكال لدينا أيضا صندوقا. في كل صندوق سنضع الأشكال المتشابهة، في الصندوق الأول سنضع الأشكال المتشابهة، وفي الصندوق الثاني سنضع الأشكال المختلفة. لدينا هنا مربع أزرق، لدينا شكل وردي، ولدينا مربع أزرق آخر، ولدينا دائرة صفراء، ولدينا مربع أزرق أيضا، ولدينا مثلث وردي، ولدينا مثلث وردي. إذن سنضع الأشكال المتشابهة في الصندوق الكبير، وسنضع الأشياء المختلفة في الصندوق الصغير. لدينا هنا المربع الأزرق، سنضعه في الصندوق الكبير. المربع الأزرق الآخر سنضعه في الصندوق الكبير، والمربع الأزرق الأخير سنضعه أيضا في الصندوق الكبير. ولدينا هذه الثلاثة الأشكال المختلفة، الدائرة والمثلث والشكل الأخير، سنضعها جميعها في الصندوق الصغير، سنضعها جميعها في الصندوق الصغير.
أصدقائي، لدينا في هذا التمرين شكل دائرة وداخله دائرة أخرى. سنضع علامة صح أمام الدائرة المتشابهة لهذه الدائرة الموجودة في الجهة اليمنى. سنضع علامة صح حول الدائرة المتشابهة. إذن ما هي الدائرة المشابهة لهذه الدائرة؟ هل هي الدائرة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ أحسنتم يا أصدقائي، هذه الدائرة الأخيرة هي المشابهة للدائرة الأولى. لماذا؟ لأنها تتشابه معها في الشكل واللون، تتشابه معها في الشكل واللون. ولدينا هنا ثلاثة دجاجات صغار، أو ثلاثة دجاجات ذات أحجام مختلفة، دجاجة صغيرة ودجاجة متوسطة الحجم ودجاجة كبيرة. ولدينا هنا أيضا أسماك، سمكة صغيرة وسمكة مشابهة لها في الحجم وسمكة كبيرة الحجم. ولدينا هنا ثلاث كرات متشابهة في الحجم لكنها مختلفة في الألوان. وهو المطلوب مننا في هذا التمرين هو أن نضع دائرة حول الأشياء المتشابهة في الحجم أو المقاس. فسنضع دائرة حول الكرات الثلاث لأنها تتشابه في الحجم، لأنها جميعها بنفس الحجم. أيضا في التمرين الثالث المطلوب أن نضع صح علامة صح عند الحذاء المتشابه في اللون وفي الحجم. الحذاء المتشابه في اللون والحجم، لدينا حذاء أزرق كبير وحذاء برتقالي كبير وحذاء بنفسجي كبير وحذاء برتقالي متوسط الحجم وحذاء برتقالي كبير أيضا. سنضع علامة الصح عند الحذاء البرتقالي الكبير، علامة صح، وعند الحذاء البرتقالي الكبير الآخر نضع علامة صح أخرى. وهكذا استنتجنا الأشكال المتشابهة ذات الشكل والمقاس واللون المتشابه. وهنا في التمرين الرابع سنضع دائرة حول الأشكال التي لها الشكل واللون نفسه، لها الشكل واللون نفسه. لدينا هنا ثلاث مربعات زرقاء، سنضع دائرة حولها. لدينا ثلاث مربعات وزرقاء، سنضع دائرة حولها. ولدينا دائرتان برتقالية اللون، سنضع دائرة حولها أيضا، لكن في الشكل الأخير هو مختلف في اللون فلا نستطيع أن نضع دائرة حوله. المطلوب مننا في هذا التمرين أن نضع دائرة حول الأشكال المتشابهة في اللون وفي الشكل، اللون والشكل. وصلنا إلى نهاية الدرس، نراكم في الدرس القادم.